الدين. قبل كده اتكلمنا عن البراندنج، النهارده هنتكلم عن نوع تاني من انواع البراندنج وهو الريبراندنج. بس الاول يعني ايه ريبراندنج؟ الريبراندنج يعني انا عندي براند قديمه بعمل لها ريسايكلنج. مثلا لو عندي براند اكس والماسكين البراند دي او ماسكين الشركه دي شايفينها مش افكتيف قوي على الناس، فبيدخلوها في البرودكت لايف سايكل وبيعملوا لها ديكلاير. اي برودكت في الدنيا بيبقى يخش البرودكت لايف سايكل. بس ايه هي البرودكت لايف سايكل دي؟ البرودكت لايف سايكل دي عباره عن جراف سيلز مع تايم، بيبقى عامل كده، متقسم لاربع حاجات. اول حاجه فيها اللي هي الانترودكشن. اي برودكت بيخش الانترودكشن يبقى لسه جديد على السوق، جديد على الماركت، مش ناس كتير قوي تعرفه، بيبقى السيلز بتاعته قليله بس مع التايم بتزيد. حاجات من الانترودكشن اللي فيها الانترودكشن زي مثلا الالكتريك كارز او اللي هي العربيات اللي بتمشي بالكهرباء. تاني حاجه اللي هي الجروس، دي البيك شويه بتاع السيلز بيعلى مع التايم والناس كتير بتبقى عارفه البرودكت دوت ومن الحاجات اللي في البيك ده ال 3 دي تي في. تاني حاجه اللي هي الماتوريتي، دلوقتي تبقى البرودكت في اعلى حاجه للسيلز بتاعته، ناس كتير قوي عارفاه، ومن الحاجات اللي هنا التابلتس. بعد كده بتخش لاخر منطقه اللي هي يا اما يعمل ديكلاين يا اما ريبراندنج، وده اللي احنا بنعمله الريبراندنج. زي ما قلنا في المرحله الرابعه عندنا كريتيكال بوينت، هنا الديسيجن ميكرز بيختاروا يا اما يسيبوها ديكلاين يا اما ريبراند. من اكبر الامثله على الريبراندنج بيبسي. بيبسي زمان كان اسمها بيبسي كولا، دلوقتي بقى بيبسي بس، اتغير اسمها، اتغير اللوجو بتاعها، واتغير السلوجن بتاعها. البراندنج مش ان انت تغير اللوجو او السلوجن بس، لا، انت ممكن تغير البرودكت نفسه ده يبقى ريبراندنج، ممكن تغير الطريقه اللي بتعمل بيها ماركتنج للبرودكت ده يبقى ريبراندنج، ممكن تغير اصلا البرودكت دوت لحاجه ممكن تخليها حاجه ثانيه خالص ده يبقى ريبراندنج. حاجه زي كده مثلا الموبايلات زمان كانت بتتباع عشان الناس تتواصل مع بعض او تتكلم بعض، دلوقتي الموبايلات بتتباع عشان فيتشرز بتاعتها زي الكاميرا او حاجه كده. باختصار الريبراندنج هو ان انت تعمل براند جديده على شكل او هدف من براند قديم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير واكتب لنا في كومنت ايه اكتر براند انت شايفها محتاجه ريبراندنج، وما تنساش تعمل سبسكرايب.